غسيل من اليوم هذه ولا ما عشنا في القاعدة كيف يبدا عنا اللي كيف مرحبا بك على إذاعة الصحة في القروان سيد الوزير. مرحبا العوين تولى هنا ويعملوا في مجهود كبير على مركز وحيد ما يكفيش يعني في جهة القروان. اي اكيد تم وقت تشوف عدد المرسمين في القروان ما يفوتش 7% ما نجمش حلوا مراكز ماكسيموم كان ثم عدد في المعتمديات حاليا قبل ما يكثر الترسيم. سيد مدير جهوي ينظم في رقم نقله تلموه في نهار يلقى حلب ويرجع، اما مش نعمل مركز يخدم كي من هكا على طول الوقت والعباد مش مرسمه مش معقول. سيد الوزير ثم اشتر اللي جات الرسالي هما اللي جاوا ومن برشا بلايص في القروان خاطر عندها خصوصيه من برشا ناس من بعد ما تنجمش تجي. صحيح موجود هذا هيك علاش تفهمت مع سيد مدير جاي ومشي ننظم حملات متنقله تمشي تلقح العباد في المعتمديات اللي مش مشي يتنقلوا. اذا مش نفتحوا مركز كبير كان هكا يلزم عندنا عدد كبير نتاع مرسمين، مش فريق كامل يعمل على طول الوقت يخدم حتى نهارين ثلاثه اربعه خمسه حتى 7 أيام على 7 في الاسبوع. احنا نخدموا الناس كل مجنده نشكرهم كل اطارات طبيه وشبه الطبيه والعمل اللي ساندوا فينا وقاعدين نخدموا بنسق سريع حسب كميات التلقيح اللي عندنا. الحاجيات من الاكسجين ضعفت 7 مرات بالنسبه للوقت العادي قبل الازمه. من اللي بدات الجائحه لتو ضعفت 4 مرات. تصور انت العدد الكميه المهوله نتاع الاكسجين اللي حاجتنا به. احنا تو قدرة إنتاج اليومية 100,000 حوالي 100,000 لتر في اليوم تاع أكسجين، حاجاتنا 170,000 لتر في اليوم، هذاك علاش تنسيق مع وزارة الخارجية والدبلوماسية نتاعنا، اتصلنا بالجانب الجزائري مشكور اللي يوفر لنا على مدة شهر كميات اللازمة نتاعنا من الأكسجين، وكذلك قاعدين نسقوا مع الجانب الليبي في نفس الغرض، وإحنا قاعدين نستوردوا، تونس أول مرة تستورد الأكسجين من الخارج، دونك الشركات قاعدة تستورد من فرنسا من ايطاليا حتى ان شاء الله ما يوقع حتى شيء في الموضوع هذا واحنا واخذين احتياطاتنا من قبل مش من تو. العلميه هي لجنه مستقله تابعه وزاره الصحه اجتمعت البارح قدمت مقترحات لوزير الصحه اللي هو رفعها من السيد رئيس الحكومه اليوم العشيه اجتماع اللجنه الوطنيه مش تاخذ قرارات اللازمه ان شاء الله. احنا رفع الدعم فقط في الادويه اللي عندها جنيس ولا اثنين كيفها في تونس. لا مناش موضوع الحليب تحكي عليه وقتاش رفعوا احنا ما رفعوا احنا وزاره الصحه ما عندناش دخل بالتسعير هي وزاره خارجيه